ناموا ومنشي بقى، روحي وسيبي أمان، والصبح انا ابقى صحيها تنزل المدرسه مع فريد. انا عقلي هيشت مني يا خالتي، مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه في ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه اعمل ايه في موضوع امال، خايفه رضا يتضايق ويحس ان انا ورطته. وانتي تعرفي عن رضا كده برضه، ده محدش هيخاف عليها قده، وبكره تشوفي. بس برضه يا خالتي، اي عريس جديد لما هيلاقي معاه في البيت عيله صغيره اكيد هيتضايق. وهي ايه اللي هيوديها بيت رضا؟ هي مش هتعيش معايا يا خالتي. تعيش معاكي فين؟ انسي. انسى يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، امال مش هتخرج من هنا. البت دي من اول يوم شفتها فيه سبحان الله، محبتها اتزرعت في قلبي من غير لا احم ولا دستور، وما بقتش فاهمه ليه كده من اول مره يعني. واديني فهمت. فهمتي ايه؟ ان رب الكبير بيقطع من هنا ويوصل من هنا. كان عالم باللي هيحصل لامها، وموقعها في طريقي عشان البت الغلبانه دي تلاقي صدر حنين يحبها ويعطف عليها بعد موت امها. بس انتي مش ناقصه يا خالتي. يا ستي، وهي هتعمل ايه يعني؟ ادي هتتربى مع فريد ويكبروا سوا. انا مش عارفه اقول لك ايه. ولا تقولي ولا تعيدي، اللي بقوله ده هو اللي هيمشي. طب يا خالتي امها يعني الله يرحمها كانت سايبه لها قرشين كده، تحب اجيبهم لك يساعدوكي في المصاريف شويه؟ فلوس ايه؟ حد الله يا بنتي بينا وبين فلوس اليتام. الفلوس دي تاخديها وتعنيها لها في اي بنك، ولما البت تبقى تكبر تبقى تاخدها. بس يا خالتي الدنيا غليت قوي والمصاريف زادت. رب الكريم ويرزقنا برزقها، واللي قوانا رب اربعه يقوينا ربيها معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عملت ايه يا رضا؟ الحمد لله يا صابرين، ربنا قدرنا ودفناها. ربنا يكرمك يا ابني على وقفتك معاه، ويجازيك عنها كل خير يا رب. امال امال فين؟ نامت بقالها شويه. طيب انا هخش اغير هدومي. يعني رضا معلش، بس كنت عايزاك في موضوع مهم. خير يا صابرين. اصل يعني طب اقوم انا احضر لك لقمه تاكلها يا دناي، تلاقيك نسيت نفسك وما اكلتش حاجه.